يا اخوان يا شباب يا شباب، الناس ما تصلي، لا تزعلون علي، الناس ما تصلي وهذه اكبر كارثه. يا اخوان سويت احصائيه في المدارس ما يصلون، اكثرهم يصلي. انا اعرف لك واحد، حتى اني دخلت في مدرسه وكان واحد يا اخوان كنت اسولف انا وياه، فدخل دوره المياه طالب هو، فيوم دخل دوره المياه كنت اخذ معه واعطي بعد ساعه، قلت له احب اصلي وراح من يصلي. انا خاف لتاخذ دوره المياه، قلت توضيت لي على وضوء، قلت شلون رحت دوره المياه؟ قال والله اني نسيت، والله اني عاده على وضوء. قلت له والله عاده انك ما تصلي. للأسف الشديد ما يصلون، والمسألة عظيمة. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. أكبر كارثة يا أخوان إنه يدخل الإنسان في قبره وما يصلي، أكبر كارثة. يا كم والله العظيم يا أخوان، جينا ناس وجينا ناس، والله إني جيت في عزاء، فقال لي واحد يا أبو عبد العزيز اليوم دفن أخوي، أقسم بالله 3 سنوات ما صلى. بالله وش تبي تقول؟ مسألة يا اخوان، اذا كانت مسألة الصلاة ضيعناها في مسألة الصلاة، اسأل نفسك. وانا ضربت المثال هذا اكثر من كم مرة، اسأل نفسك لو جاء ملك الموت الان وانت ما صليت الصلاة وش تبي تقول لله؟ فعلا لو جاء ملك الموت الان، لو قال ملك الموت والله تعال خلاص الان نبي نقبض ارواحكم، وش تبي تسوي؟ يا تكفى يا ملك بس بصلي. المهم يومك الان المنادي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، كم تبي تاخذ منك الصلاة؟ يا اخوان انا القي كلمات في المساجد، قليل اشوف المصلين الشباب بالخصوص. يعني معقول الانسان ضامن الى هذه الدرجة ضامن الحياة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يوم قال هذا الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من ترك فقد كفر، يعني عهد بينك وبين الكفار. تقول واحد يا فلان صل، يا فلان حافظ على الصلاة، وللأسف الشديد يا اخوان حتى صلاتنا، نسأل الله السلامة والعافية، صلاتنا والله ما نقول إلا نسأل الله السلامة والعافية. لو بسأل الحين وبنصرف جائزة، لو بنصرف جائزة ونقول الله لا يهينكم، وش قرأ الإمام؟ كل واحد صلى في مسجد العشاء، وش قرأ الإمام العشاء؟ ها؟ والله ما أدري، ها؟ بعضهم الحين يدور ما يدري وين أي مسجد أصلاً، وين ما أدري وين صلى. ها؟ وش قرأ الإمام؟ بالله وش قرأ الإمام في صلاة العشاء؟ تفكر مع نفسك حق بلاك بيري، يلا تعال مره بنصير مع حقين بلاك بيري. يقول مع نفسك يا حبيبي، بالله الان مع نفسك فكر، مع نفسك الان خلينا نقول فرضا صليت العشاء في مسجد، وش قال الامام؟ يا سلام هالفاتحه، اكيد اجل الامام يدخل يركض انت بالتحريم هالفاتحه شيء اساسي، ولكن وش قال؟ حتى في واحد يا اخوان، وهذه صلاتنا وللاسف الشديد، صلاتنا وللاسف الشديد اقول نسال الله السلامه والعافيه. اما عن صلاتنا يا اخوان فحدث ولا حرج. الان اول ما تدخل للمسجد ترى تكون العقول داخل المسجد والاجساد خارج المسجد، صحيح؟ حتى امه المساجد الله يهديهم شلون يكبرون؟ الله اكبر الله اكبر الله اكبر، التحيات شلون يكبر؟ الله اكبر، يعطيك تريحه تدري انها تحيات. بعض الناس مبرمج واحد اثنين الله الله الله، والله ما يدري لو انها تمر 5 ركعات 6 ركعات 7 ركعات 8 ركعات ما عندي اي مانع. انا اقول لو تخلون الاوراق شوي تكفى، خلوا الاوراق شوي اذا شوي تجمعونها مرتب واحده. اقول يعني يا اخوان والله العظيم انها اكبر كارثه في مسجد. يعني هذا واحد من الشباب يقول بدي يستكفى لابد انك تجيب، قلت ابشر. هذا في مسجد يا اخوان من المساجد، هذا دليل على خشوعنا وعلى طمانينتنا بالصلاه. ما شاء الله احنا خاشعين ترى بالصلاه، عفوا عليكم خاشعين. من يقول احنا خشوع بالصلاه الوقت الحالي؟ انا اقول باذن الله ان اخشع الناس واتوقع ان السلف، لا انا اجزم جزم ان السلف ما مرت عليهم القصص اللي مرت علينا. صحيح، انا اعطيكم قصه من الخشوع. امام مسجد 4 صفوف يقرا الامام، واما ان كان من المكذبين الضالين قالوا امين. خشوع، لا تزعلون، خاشعين يا ناس الله يهديهم. اتحدى السلف خشعون مثلنا كذا، فعلا شيء طبيعي. امين، وصل مجودين ولا الضالين ونجيبها بالنص، ما عندها ايمان، بعضهم جهز امين. انا سويتها في مسجدي، الله لا يؤاخذ. يوم
يوم سويت كذا الا شيبان وراي قلت فجر استو هي موعد الصلاه اعتذر ولا واحد يقول كذا استوينا وطول قلت زين لانه بس يوجه للقبله لو وجه كذا توجه بعد روح ما عنده اي مانع واقرا واعطيهم تعرفون الفجر وشلون القراءه الحمد لله رب العالمين بعضهم صفير انا جنبي واحد يشخر سمع اذني ما ادري شلون واقف يسوي كذا انا خفت انا والله يدي جاهزه قلت لا طاح بمسكه قلت يمكن يا اخوان ترى يمكن خاشع الله يهديكم يا اخي انتم والله انكم تروحون ظني سيء اتحدى السلف سووا نفسها يمكن خاشع السلف كانوا يسوون كذا ترى الفجر خاشعين عموما اصبر وين تشوفون السالفه فقريت الايه هذه قلت واما ان كان من المكذبين الضالين قال شايف امين من اول والله اني ابيك يوم خلصت من الصلاه قلت يا ابو فلان قال نعم وين جبت هذه امين قلت قال وانت يا ولدي ليش تجيبها ببنص والضالين قال يلا انتم قلت اول شيء الله يهديكم يا اخوي خشوع ترى خاشعين بالصلاه احنا والله العظيم انا صراحه انا زعلان عليكم صراحه انتم ليش تضحكون طيب خشوع المفروض تقولون لا اله الا الله ها لا في خشوع ثاني في خشوع جديد هذا جاي ما شاء الله امام مسجد يا اخوان الله اكبر صقعها بدون ركوع سجود والشعبره ويسجدون ياخذ شاي يصلون ويلتفت شايب قال ابو فلان قال هلا ولد الركعة الثالثة ايش مشتكين فيها؟ قال والله يا ولدي ما ادري احس اني خسفت. وفي ناس يا اخوان في مطار الملك خالد الدولي اللي راح يمكن مطار الملك خالد المصليات يا اخوان بعض النوبات يكون باب اللفت فاتح. حلو؟ هذول جو طال عمرك استوى اعتدلوا وتقدم الامام عند باب اللفت داخل اللفت استوى اعتدلوا الله اكبر الله ويسجدون يوم سجدوا يسكر اللفت تقول ويخلع بالامام يتحرون الله اكبر يتحرون الله اكبر الله اكبر هو يقوم واحد الله اكبر ويتفتوا قال يلا بعقوم الامام عرجبه راح الامام خشوع الله يا اخوان خشوع الله يهديكم ترى هذا من باب الخشوع ترى ما يمنع ذلك من باب الخشوع من قصص الخشوع يا اخوان من قصص الخشوع جنبي واحد ما اقول لك فلان يدق جواله شايب انا يسوي كذا الشايب اما تقول الشيبه ما يكون صامت اما ويدق دارك يدق الى الان شغال الله يهدي بالتب قصلي خشوع الله يهديكم ترى هذا من باب الخشوع في الصلاة وش اللي يمنع ما يمنع ذلك الله يا اخوان لو نبي نسرد قصص الخشوع في الصلاة لو نبي نسرد قصص الخشوع في الصلاة واحد يا اخوان بس نعد ذاك سكران ذاك سكران يقرا الامام والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين واحد امين هذه صلاه بالله هذه صلاتنا هذه يا اخوان العيش بوضعنا بالصلاة ما عليك ابدا الموضوع عندي ان شاء الله لا تزعلون علي لكن يعني ودي نلطف مقبلات شوي الان يا اخوان الصلاة صلاتنا خلينا نتكلم في مسألة الصلاة احنا نبي نتكلم عن مسألة الصلاة وعن ما شاء الله خشوعنا بالصلاة وعن طمأنينة بالصلاة بعض الناس يا اخوان الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال معهم آمين ما يدري أصلا وش السالفة بس اسمع آمين معهم عادي الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الله حتى يقول كذا الله أكبر مستانس كبر الحمد لله بعضهم كذا الان لقيت واحد يا اخوان والله العظيم يا اخوان قدام يسوي كذا يقرا هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
اهدنا الصراط المستقيم. انا بغيت اقول لك الحين بيسوي كذا الحين. هذا تسخين هذا. انا خايف يجي شد عضلي بالصلاه من كثر الادب. هذه صلاتنا صلاتنا. شوف صلاه الطلاب بالمدارس شلون. ها؟ صلاه الطلاب هذا تحس بقرشع بس لو يقول واحد. شوف العالم كلها بالله. هذا الصلاه يا اخوان. يا اخوان والله العظيم اكبر كارثه الصلاه. او واحد يا اخوان في واحد شيعي رافضي خبيث. نجسس الله يبيدهم قلوا امين. انا في المدينه المنوره هم تعرفون شلون يصلون؟ يصلي كذا ويناظر عادي. صراحه يقول الشيخ عدنان عرض الله يحفظه سال واحد قال يا شيخ منين حديثه هذا؟ قال من على كيسه من عندك هذه قطها باقرب حديث. اي يقول الامام ثم محطها بوحده والله ما يدري من قال اصلا. اي لا الحين جايبين لي ساخر يقولون المسمار اذا انعفط هذا غير موالي. غير موالي مو معالي. هذا اللي يدخل بالجدار معالي. عموما انا ادري انهم راح يشوفون المقطع ولكن اتحداهم. مع ان عاد نروح للشرقيه ما يمنع ذلك. العجيب يا اخوان انا ايش كنت اتكلم انا استغفر الله من روحت من كذا اقول الشيعي هذا يا اخوان انا اصلي أنا نمشي مع الشباب اللي هو يصلي ينظر لي كذا وانا امشي ناظر لواتي خازز هو يصلي وانا وياه نار قلت لواحد من الشباب وقف وقف ولا ارجع كذا قال كذا سلمني والله على الصلاه عاد عموما صلاتهم باطله صممتي الموضوع بالكامل خله فيا اخوان وفي موقف طريف يا اخوان قبل لا ادخل بالموضوع عطني تكفى اذا اكتب لي بورقن باقي عشان ندخل بالموضوع زين لان الموضوع لابد ان يكون ختامي في شيبان يا اخوان شيبان يصلون هذه انقلها عن شايب يقول نصا على كذا يقول شيبان حالبين لهم عنز حلبوا لهم حليب حليب وحطوا لهم طلع عمرهم بصحن زدحوا كذا وحطوا لهم يحطونه قدامهم هم قالوا شلون نبي نصلي هم وقت المغرب قال ولكن نبي نحطه ستره للامام يمديه يبرد بعد الصلاه الا نشربه يقولون يصلون استوى اعتذر الشيء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الا في عنز جايه تمشي الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يوم وصلت طيحت الا الحليب اياك نعبد ويتروح صراط الذين ابشركم يسالون هذه من باب الضروره ما هي من باب الضروره يا شيخ بالضروره حليبي بيروح فهذا موقف طيب يا اخوان انا اقول عسى السلف اشوى ان السلف ماتوا ما سمعوا سوالفنا صراحه هذه صلاتنا واحد من السلف يا اخوان كان يصلي فانهدم شطر المسجد وطلعوا بالعالم فرجعوا له قال اما علمت ان المسجد انهدم؟ قال لا شفتم الخشوع كيف؟ واحد يا اخوان من قوة الخشوع يقول لك كنا نعرف ان فلان نعرف ان فلان يصلي في هذا المكان لان مكانه يا اخوان في قطرات من الماء من كثرة البكاء. احنا من كثرة التثاوب ينزل الدموع. هذا الخشوع. لا تضحك على نفسك يا التثاوب تحسبك خارجة. لا ترفع بنفسك ترك التثاوب. اي بعض الناس يحسب لنا خاشع. يبتس يحسب لنا يبتس لا نايم سلامات. تضحك على نفسك انك خاشع، ما انت خاشع وانت عاخرك وهذا لك فلا لا, لا ترجع، اقول يا اخوان يعني فعلا انا تكلمت يعني حاولت اني اتطرق الى موضوع وموضوع وموضوع. لو نتكلم يا اخوان طيب اذا كان وضعنا كذا او عفوا قبل لا ادخل بالموضوع اللي يعني باقي يا اخوان الله لا يهينكم كل واحد يمد يديه كذا اطلب منكم طلب وان شاء الله انكم تنفذون، كل واحد يمد يديه، لا احد يتردد. كل واحد يا اخوان كل واحد ابدا لا تردد خذها 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 مثال خذها مثال زين ها الشباب موجودين بسم الله مدوا اليدين ها في احد ها يا اخوان ها يلا بسم الله هذه بدايه تكبيره الاحرام يقول واحد كيف خشع بالصلاه شباب اعطيك تدريب عملي كيف خشع في الصلاه عمرك شفت تكبيره احرام كذا واحد كبر الله اكبر ما في عمرك شفت تكبيره احرام كذا الله شفت تكبيره الاحرام زين انتم معي يا شباب ها نبي نكبر الان ها كبر معي حط الكرة الأرضية الآن بين يديك فوق يديك ما تحس ثقبت يديك شوي حط السماوات الكون العماير الأموال العقارات السيارات تحس ثقبت اليدين شوي كل الكون والكرة الأرضية الآن فوق يديك ارفع معي شل 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 الله أكبر وين راحت؟
هذه تكبيرة الإحرام فقط باختصار. هذه تكبيرة الإحرام، بس مو توسوسون بكرة الله. لا، الواحد يقول لي واحد بابتدائي يا أستاذ يعني أسوي كذا بابتدائي.